قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن منح التصاريح لبيوت الدعارة واستخراج شهادات صحية لمن يمارسن البغاء أن هذا من الاستحلال، وذكرتم في درس آخر أن الاستحلال لا بد له من قول وأنه لا يكون بالفعل، فما هو الفرق بين هؤلاء وبين من يرخصون للبنوك الربوية أو حانات الخمور ودور السينما والمراقص؟ أنا ما أذكر أني قلت أن منح الرخص والأشياء هذه، ما أذكر أني قلتها. إذا منح اللي يمنح الرخص يستحل يقول ما يخالف هذا حلال أبعطيه رخصة لأن هذا حلال، هذا كفر. أما مجرد منح الرخص بدون استحلال فهذا خطأ بلا شك وإعانة على الباطل، لكن لا نقول أن مجرد الترخيص أنه كفر على طول، حتى يستفصل في هذا الأمر. نعم.